ما قلت لك هاي اخر فرصه؟ انت شلون طبيت هنا؟ كسرت الباب؟ لو هاي الثوله رجعت اعطتك المفتاح. زين انت اختي واكثر من اهل الا ما حرم الله، وهذا المكان بيتي. حتى يعني زوجتي تقول لي ليش ام زيد؟ قلت لها لا هذا ام زيد مو بس اخت، ام زيد. اعطيني المفاتيح. الله يخليك، انت اهم شيء ما تزعلين علي. شو ولا زعلش، لان انت من بعد فضل رب العالمين خدامك يموتون من الجوع والله. اعطيني المفاتيح واطلع برا ناصر. ليش اعطيك المفاتيح؟ اعطيني اياها ناصر. لا لا ما اعطيك المفاتيح ام زيد، لان انت قلبك طيب وتسمعيهم يقسون قلبك علي، تعتبرين اخوك الصغير وغلط. والله العظيم مرت اللي خذا اغلب هاي قدام الشباب، تنزعين اللي برجلك وتقطعي على راسي، او ليش؟ انا بعد ما اغلط، واذا غلطت انزع اللي برجلي واقطع على راسي، اقطع على راسي، اقطع وقار، اقطع على راسي، من اي جهل بعد؟ مين ادفع ايجار؟ مين ادفع ايجار بعد ام زيد؟ مين ادفع؟ مين ادفع ايجار؟ مين ادفع؟ مين اعيش ام زيد؟ طيب المفاتيح واطلع نصير. طيب تعبت. برا انت وجماعتك، يلا 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 برا 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 برا. العائلة إكس على 1001 وبس، اشترك هسه.